وصلنا إذا قلنا نريد نخلي الجيومتري الأساس هو الريكتانجل، وراح نمسح من هو نمسح السلندر نمسح السلندر. فراح أسألك في قدام كيف حتتوقع الشكل لما اختار هسه الريكتانجل البريك، و من يتوقع لي الشكل كيف حيكون؟ انا اقلبت الفكره انه هسه هذا هو الاوريجينال وذاك هو المطروح، ذاك هو المطروح. فحيبقى مستطيل كامل، مستطيل كامل. لا الدائره يا شباب، السلندر المطروح اللي راح يروح الحين بس حيبقى مستطيل كامل من التجويف الداخلي. تجويف داخلي ولا تجويف؟ تجويف مال مستطيل سلندر؟ ايه هو مال مشترك. مستطيل مطروح داخلي جزء من الاسطوانه جزء من طيب فمن يقدر يرسم لنا هنا بس حتى نفهم؟ نقدر يرسم لنا شكل اللي يتخيله؟ شكل اللي راح يتخيله هنا منو يقدر يرسم؟ مستطيل كامل. مستطيل كامل يعني تقصد هذا البريك كله يطلع؟ ايوه. محمد مستطيل كله؟ مستطيل داخل الجزء من الداخل. لا العفو اسال فيه. يعني راح يطلع لا العفو، هذه قلنا الاوبشن كلها ما مفعله. هسه منو راح يدفع لنا؟ بدون تفعيل الرنتين ولا بدون 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 تفعيل الرنتين حيقعد المستطيل الجوال الداخلي معاه تهزه هذا. ايوه يعني بس هذا راح يبقى؟ لا حيروح هذا حيروح عبر الجهاز الداخلي. حلو يبقى مين؟ من تروح الدائره والخارج من الدائره يبقى جزء في وسط الدائره. يبقى هذا الجزء بالضبط هذا فقط. شو تقولوا لي يا شباب؟ روح الدائره والرتيان ما يبين شيء. لا بدون 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 رتيان. بدون رتيان احنا راح نطرح الفوليوم 2 يعني الدائره كلها تروح مو الفوليوم 2 هي الاسطوانه. صح لازم كلها تروح. تروح كلها السلندر كله يروح. يعني انت قصدين اللي راح يبقى هسه استاذ بشير يقول هذا راح يبقى. انت شو تقولين منو راح يبقى؟ كل المستطيل الباقي والدائره كل المستطيل. بس الفنز الباقي الخارجي. مستطيل وداخل جزء من الداخل. استاذ محمد يقول هسه الفنز الخارجيه. سوي ابلاي؟ لا سويت ابلاي. سويت ابلاي. يبقى عندك المستطيل كاملا، يبقى الجزء الاوريجينال بادي يبقى ثابت. الاوريجينال بادي يبقى ثابت عندك. طيب لو عملنا الرتين. خلينا نعمل الاول اللي هو برتين المستطيل. هو المفروض الرتين المستطيل هو اللي بقي لي البادي حقيقه. المفروض الحاله الاولى المفروض يبقى لي بس الجزء الخارجي. المفروض ما اعرف ليش بدا ياخذه. المفروض ما يبقي بدون رتين. المفروض يبقى عندي بس الجزء الخارجي بدون الرتين. بدليل انه من عملنا العكس بالاول كان هذا الاصل وهذا المطروح. بدون رتين انحذف هذا ولا ما انحذف؟ صح ولا لا؟ المفروض الان ايضا هذا ينحذف صح ولا لا؟ معناته ولا لا؟ انا عملت الحذف. نعم انا عملت الحذف. حذفها؟ حذفها. يعني عندي انا المشكلة لا. البادي الاول هو البريك.
يعني البدي الأول راح يكون البريك، يعني إحنا قبل البريك أخذنا من هو كان السلندر، هسه نريد البريك، والثاني هو السلندر. بهذه الحالة المفروض بدون أي رتيان ما يبقى عندي فقط هذا السلندر، منو قدر يبقي عنده؟ ضغط ما تبقى، بس يمكن يعني يقلل بعد ما ينقطع ويا السلندر. بدأ يقل عندي. يطلع أصغر. يطلع المفروض أصغر. أصغر من الحقيقة يعني شنو؟ بس أنا نرجع. أقول يا نو. حقيقة استفاد من عدها الطريقة بأنه شنو هو؟ أنه إذا بدأت تخلي إحدى حواف البريك بهذا الشكل على سبيل المثال، ممكن أن تخلق لك دائرة في هذا المكان وتطرح واحد من الآخر عندك فقط هذا الجزء، ممكن تستفاد من هذا، بيفيدك هذا الأوشن في هذا المكان. المفروض بدون ريك، يعني المفروض بس ماذا يطلع عندي؟ اعتقد انا اعتقد المشكله عندي بالابعاد، المفروض قد يكون البريك المفروض اصغر اعتقد. لا من البدايات ومدرت البدايه لان الخط مو موصول حاليا البدايه. الخط مو موصول. كلامك صحيح. المفروض اعمل اندو. صح. ايوه. الان ممكن. خليني ارجع على البريك. احتمال احتمال لابد انه حصلت هذه المشكله لسبب. لان انا بدي جربها صارت عندي صار خاصه. لا كلامك صحيح استاذ. هسه ارجع هسه انحلت المشكله. شوف شوفوا كان فعلا مثل ما تفضل استاذ بشير انه المشكله انه كان عندنا الاوبشن الاخير ما عملنا له. شوف هسه هذا شوف كيف صار عندك هذا كيرف. هسه اعمل اشتغل الريتين مين تريد تبقي؟ تبقي السلندر لو تبقي up to you يعني. حنبقي السلندر. لاحظ كيف صار two bodies منفصلين. لاحظ جسمين منفصلة. الجزء اللي كان مغمور من قبل البريك داخل السلندر راح انحذف. لما عملت ريتين علما السلندر بقيت السلندر اللي هو جزء المطرح يبقى الريتين انه يبقى هذا الجزء تحصل عملية الطرح ولكن هذا الجزء ما يحذف يبقى موجود. واضحة الفكرة؟ في حالة انه احنا ما رجعت ما عندنا اندو ماذا ترجع؟ ترجع ارسم بشكل من جديد؟ اندو لازم ليش ما يرجع؟ اندو بالمناسبه يرجعك 10 خطوات اخر 10 خطوات. بعد ال 10 خطوات ما يرجعك. فبعد اخر 10 خطوات ما يرجعك. لازم نرجع نرسم من جديد. اي يعني هذا خطا يعتبر. لا ما معقوله يعني واحد يرجع 10 خطوات يعني. معقول. هسه حاليا يعني بس التمرس ما يخليك يعني تخطا 10 مرات. يعني تستمر على الخطا 10 خطوات ما ممكن يعني. واضحه هسه اللي حد الان؟ احد شيء عندنا مو واضح الريتين؟ تمام. طيب. نحول على الخطوه اللي بعده.
طيب هسا اكو طريقة ثانية انه تخلق جيومتري مثل ما قال سال عمار، اذا كان تريد انت الجزء مالتك مثلث، دك مثلث على سبيل المثال، هذا الاوشن ما موجود عندي، او ثلاثي او سداسي يعني على سبيل المثال، او هذا الشكل اللي هو اللي يسموه الترابيزويدا، طيب او المعيني ما موجود عندي، هذا كيف تشتغل؟ فبدل من كثرة الضعف ناخذنا هذا المثال المثلث. من يعطيني فكرة شلون أقدر أرسمه؟ من يعطيني فكرة كيف يعني؟ خليني أوشن واحد، خليني أوشن آخر رصاصة. نأخذ vertex. vertex. vertex ونحدد. ثلاث vertex. بعدين. بعدين نوصل للعكس. صار عندي عكس edge. بعدين. بعدين face. بعدين صار عندي فيس هذا، بعدين سويب صار عندي مثلث زين. اعطيني اوبشن اخر، من يعطيني اوبشن اخر؟ متفقين على هاي الخطوه يعني الكل ما اظن صعبه يعني؟ صعبه سهله غير من يعطيني اوبشن؟ اعمل أروح للفيس ودوس على بوليجون. بوليجون. بوليجون وخلي النقاط لاني. طيب. إيه وراها أسوي سويب بس بواسطة البوليجون على مدى سحبة في اتجاه أي مقاطع. نعم. طيب إذا هي الفكرة إنه سويب. سويب إيه. إذا غير السويب. عندنا بوليجون بوليجون. يعني مثلا انت وسال محمد اتفقنا، مثلا محمد قال لا فيرتكس وايدج وفيس وبعدين سويت، انت قلت هاي اختصرت بس هاي الخطوات، انه سويت فيس دايركت ثم سويت اسود غير السويب، عندنا غير اوبشن. اذا ريفول مستعمل يدور الشيء، الروبوت يدور. لا ما نقدر ريفول لحد الان. بعد. زين. كوبي المثلث. ايه جميل ايه. هذا الفيس نسويها كوبي. كوبي. ايه. كوبي وبعدين نعمل كونكت ما بين النقاط. حلو. صار عندي هذا فيس يمين ويسار واسفل. وبعدين جمع الاسطح مع بعض. وجميل. هذه طريقة ثانية. حلو. اللي هو اسويها كوبي. زين. والأخيرة تجوز غريبة عليك. بايراميد بالفوليوم. استعمل بايراميد هو واحدة من خيارات من البوليوم. باي شنو؟ بايراميد ارسم بايراميد واحد واخذ داخل بيراميد هرم بشكل شكل هرم استعمل هذا الشيء استعمل هذا الشيء نعم انه هو داخل النقاط زين هو حجم عامل يعني حجم جميل البيراميد اربع اوجه البيراميد اربع اوجه كم وجه عندك؟ او خمسه اذا بحب هذا بايراميد رايزن فيزن بس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة يعني أربعة أصفار اثنين ثلاثة خمسة أصفار خمسة أصفار بدون زوايا بدون زاوية بثر أقول بثر زوايا هي في بالك أنا عندي زاوية صفر يعتبر يعني زاوية إنه العلة نفس الأوتلت طيب أكو طريقة أجل أنا راح أعطيك بس هند طريقة الروتيت أقدر أسويها بالروتيت تقدر تسوي شيء؟ روتيت وين الأوريجن يعني على أي محور؟ قاعدة قاعدة إذا عملنا كوبي روتيت أيوه يعني القاعدة إذا تعملها كوبي بعدين كوبي بعدين توصل هذا وهذا صح؟ ممكن يعني لما أعمل روتيت بس تعمل القاعدة فيس يعني أعمل الفيس واحد فقط فيس واحد قاعدة ثم تعمل له كوبي بهذا الاتجاه ثم كوبي بهذا الاتجاه كوبي صار في الحال محيط في الحال هذه يكون المثلث بتساوي اضلاع يعني لما اعمل كوبي صح؟ ممكن يكون قائم ممكن لازم يكون متساوي الاضلاع ممكن لازم يكون متساوي الاضلاع ثم توصل هاي الاضلاع الثلاثة صار عندك هذا فيس والاضلاع الاخيرة صار فيس
ومن آخر شيء هو هذا اللي يعني أصلاً كيف أجمع هاي الأسطح وأسويه في اليوم؟ أسطح وأسويه في اليوم. هذه الطريقة تحتاجها لما يكون جيومتري مستندر. طبعاً مستندر هذا أبسط أشكاله. أبسط أشكال يعني قد يكون عندك مثل ما قلت لك يكون أشكال معقدة. فأنا دا أجيب لك بأبسط مثال على هو أن تقيس الباقي. راح نجي نلغي هذا الموجود ونشتغلنا مثلث. طبعا تروح على الفوليوم ديليت سلكت الفوليوم اول وامسحها بالكامل. لو اخذنا طول الضلع على سبيل المثال كم حيكون مثلا؟ فنرجع على الفيرتكس. أول نقطة هي 000 apply. نعم اكس واي هسه بدنا نشتغل باتجاه الاكس 10 صارت هاي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة بالاكس 5 منتصف المسافة والارتفاع 8.66 اشتغل. صارت عندي 3 فيرتكس احول على الستريت ايج توصل بيناتهم. اللون الاصفر يعني لي ايج حتى احوله الى فيس. هذا الاوبشن اللي اريد نوصله. ما معنى الوايف واير فريم؟ هذا الاوبشن. فوصل لهذه المرحلة حتى الكل يعني نكون سوا واير فريم. طيب من وصل هذه المرحلة؟ وصلت بها؟ ما يغلقها سويها اختاري الفيرتكسين البقت ما هاي اختاريها وسويها مرة ثالثة ما يختارها ما يغلق الدائرة. طيب هسه هذا صار عندي فيرتكس لونه أصفر لازم أحول على الفيس بس لازم أختار واير فريم. واير فريم يعني عندك أضلاع وحتجمعها تحولها إلى فيس. واضح؟ فتختار لنا الضلع الأول والثاني والثالث أبلاي صار عندي فيس. يعني نقدر نسوي سويب. أنا إحنا السويب أخذ نعم. جوني. إيه. فيس. هنا هذا ما ينعمل له سويب. المن تعمل سويب. ما يوازي أي من المحاور. هاي هذه مشكلة. يعني المستطيل ممكن وربع ممكن. أما هذا المثلث يا الضلع اللي راح تسوي له سويب.
بس عندك ثلاث اضلاع لازم احول الفيس بعدين اسوي له سوي اسوي فيس. فهمتوني شباب؟ يعني الاستاذ وسام يقول احنا اسوي سويب حتى اخلق هذا الفيس اسوي سويب، ونقدر بالسويب يسوي مثلث. تعمل عندك ايج تقدر تسوي لي مثلث بالسويب للايج؟ لا ما يصير. ايه بشكل كامل فيس بالضبط بالضبط يعني لا يتناظر لا على محور اكس ولا على محور واي، فما تقدر تعمل له سويب، ما بيتناظر. طيب هسه الخطوه الجايه ايش حنعمل؟ لا لا انت احنا عملنا على سويب كوبي للفيس، نروح على الكوبي. اذا هي على الموف حاول تنقر على الكوبي عشان تغير الاوبشن، بيك او شيفت ليفت كليك على البديل يبقى الكوبي. لاحظ وياي الكوبي، كوبي بي اكثر من اوبشن. شوف معايا، هل تريد عمليه الكوبي ترانسليت خطيه يعني اما مع المحور اكس او المحور واي او المحور زد بشكل خطي، او ان تكون روتيت؟ روتيت يعني شنو؟ اذا كان هذا الشكل يعني هذا الروتيت، فهمني؟ هذا الروتيت. اما الكوبي هو بهذا الشكل، اعمل كوبي بخط مستقيم سواء على المحور زد او المحور اكس او المحور واي، هذا الفرق. طيب روتيت اخذناها، ريفلكت هو نفسه بس تحدد خط الانعكاس ثم يعكس لك اياه بالاتجاه الاخر، واضحه؟ وعندي السكيل انه تكبير او تصغير، تعمل له تكبير او تصغير، تعطيه سكيل مثلا 0.5 حيصغر لك اياه، 1.5 حيكبر لك اياه. فاحنا هسه اللي عندنا عمليه الكوبي شنو هي؟ روتيت. عمليه الكوبي هسه اللي عندنا ترانسليت اي محور؟ محور زد. محور زد العمق شلون من العفو؟ ليش بناخذ بالموجب؟ ليش تاخذ بالسالب؟ والابعاد تطلع عندك، خلي ببالك اذا تاخذها بالسالب حتى الفيلوسيتي اذا تدخلها تدخل عندك بالسالب، خليها في بالك. اذا اخذت الابعاد بالزت السالب الفيلوسيتي حتقرا عندك بالماينس. طيب فخليها بالاتجاه، دائما ناخذ الموجب، دائما ناخذ الموجب. فنجي بالزت الموجب، ايش قد تاخذها؟ 100. خذوا 100، هاي 100 حنعمل لها كوبي. بس بالمناسبة ما راح تشوف انت الكوبي هسه، ليش؟ نعم ما حددت، احط طلع عند الكوبي لو ما حط طلع عند الكوبي. شفتوا النسخة بعد الكوبي؟ لا ما حددت، لا لو عملت ابلاي شوف الكوبي. نعم. طيب روح على هذا الاوبشن، هذا اللي شفناه هو ملء الشاشة، حتلقاه موجود لانه خرج عن الشاشة اصلا، خرج عن الشاشة. فلا عبالك انه انت اكو خطأ، لا ارجع سويها ملء الشاشة فول سكرين، اعمل اندو وارجع اسوي له اذا ما طلع عندك شيء. واي فريم صح، حتعمل فيس. عملت فيس عندك اسم، عملت هسه عمليه الكوبي. كوبي ترانزليت يا اوريدي فول سكرين. ما طلع عندك؟ معناته ما اختاريت اصلا الفيس بالكوبي. هسه بس قول له كوبي وابلاي فقط لان الداتا موجوده عندك، وفول سكرين حتلقاه موجود. اوكي المختار فيس بلاي شكله الاحمر. بلا شك هذا البيك فول سكرين، جميل. اذا ناس وصلنا هاي المرحله،
الآن حنعمل إيش؟ حنوصل نعمل القاعدة ونعمل الجدار الجانبي الأيمن وجدار الجانبي الأيسر، ثم حنروح على الواير فريم للفوليوم. احنا عملنا واير فريم للفيس، هسه نعمل واير فريم لمن؟ للفوليوم. فهسه معي شباب راح انا هسه اسوي القاعده. القاعده حتكون بهذه الطريقه، تروح على الايدج مو على الفيس. حنروح حنوصل بين فيرتكس يعني ايدج واحد، لاحظ معي واحد اثنين خلاص، بس هاي بس واحد خط، عندي ثلاث خطوط فقط راح اوصلها يا شباب، ثلاث خطوط بس توصل، ما توصل اكثر. تمام. اذا هسه بعد ما تكمل الخطوط الثلاثه راح تروح تعمل البوتوم والرايت وول والليفت وول. نحتاج لكل وول اربع اضلاع، وراح نجد ان بعض الاضلاع تكون مشتركه، صح ولا لا؟ هتكون بعض الأعضاء أضلاع مشتركة في أكثر من فيس. فحتى أسوي هسه القاعدة، لاحظ وياي، راح أروح على الفيس واير فريم، راح أجي أختار هذا الضلع اللي مخ أصلاً أوردي هو مشترك ويا الإنلت، صح؟ وهذا الضلع الجانبي هذا مشترك ويا الأوتلت، وهذا الضلع صارت عندي حالياً أربع أضلاع، أقول له أبلاي صار تحول إلى اللون الأخضر. بنفس الطريقة كمل لي الباقي. نعم. ليش بدنا نختار بالتوصيل مالته؟ اختار ثلاثة مسوية واسوي لا 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 خطأ. منفصلات منفصلات كل واحدة واحد. تاخذين من القمة مع القمة انتر ابلاي، ذيك البعيدة مع البعيدة ابلاي، واحدة واحدة. لا لا ما صرت تجمعين كلهم. لا بس اللي هي هاي وياك ها دقائق خلينا نرجع لها. هذا السطح الجانبي والجانب الاخر والقاعده. وصلتي هاي ال وصلت اي بس اوكي يعني جاهز؟ نجي القاعده ها لا العفو نروح على الفيس. بالفيس نختار الواير فريم. الواير فريم يعني انه عندي اضلاع وراح اجمعها اسوي فيس. القاعده على سبيل المثال هذا الضلع مع هذا الضلع وهذا الضلع وهذا الضلع، راح شو يكون عندي؟ البوتوم. ها خلاص ابلاي. اي صارت عندكم هسه كم فيس؟ فايف فايف المفروض صح؟ الاثنين الاولانيات والثلاثه هسه سويناها. طيب الضلع الفيس الجانبي كذلك. والجانب اللي قريب من عندي ايضا الجانب الاخر المقابل صارت خمسه هسه عندي. شلون اعرف خمسه؟ راح اعطيك بس يعني طريقه بسيطه تعرف انه خمسه. انا ما زلت بالفيس، لو اروح على الديليت وانقر على هذا السهم راح القى عندي خمسه فيسز، صح ولا لا؟ هاي بس حتى تطمئن انه انت عندي فعلا عندي انا خمسه فيسز. لما تروح على الديليت راح تلقاها موجوده الخمسه. طريقه ثانيه اعرف ان هي خمسه مثلا أن انتهت عملية الفيسز، هسه خلصت، هسه لازم أحول إلى منو؟ فوليوم. بالفوليوم لو تروح أي أوبشن اللي راح نختاره؟ ستريتش فيسز اللي هو هذا، حنجمع أسطح حتى شكلها مبين من الأيقونة لو تشوفها عبارة عن مجموعة أسطح، راح أجمعها أسويها إيش؟ فوليوم. لو كان ما عندك أسطح مش فيسز بس عبارة عن ايج، الكل اصفر الكل عبارة عن ايج، فاخر اوبشن حيشتغل معك انه لما تجمع هاي الايج اللي هي كم وحدة من يحسبها؟ ثلاثة بثلاثة ستة بثلاثة تسعة ايج، صح؟ لما تجمعها لازم تخلق لك حيز مغلق تقدر تسويه فوليوم. اذا اختاريت من التسعة بس ثمانية يقول لك عندك ايرور. واضحة الفكرة؟ وهسه راح نشوفها. المهم هسه راح نروح على الستريتش فيسز
وتنقر على السهم، كم فيس حتلقين؟ خمسة. نختارها كلها لو نصها؟ لازم كلها. خو ما راح تختارها واحدة واحدة، select all، دشوف هذا الall كلها أخذها. هذا كان هذا دليل على أنه pick، عندك عملية التقاط، تعمل له apply، لونه تغير إلى الأخضر الغامق. فوليوم واحد. فوليوم واحد. يسموه فيس. هي بالضبط هي كلمة يونت للفيسز. جمعت. لا فوليوم. يونت إنه اليونت يستخدم لسطحين تجمعهم، لفوليومين تجمعهم. مختلفات. نعم. اليونت أو سطحات جسم مختلفات، اتحاد أو تفرقات. هذا جسم واحد يسوي. ممكن ممكن، بس عندك اليونت والسبتراكت لازم يكون اكو كونتاكت ايريا بيناتهم. يعني هسه هاي البادي تقدر تسوي لي يونت بيناتهم؟ هسه هاي ايدي تقدر تسوي يونت بيناتهم او سبتراكت؟ ما ممكن، لان ماكو كونتاكت ايريا بيناتهم، لازم اكو في جزء مشترك. فهمني؟ اما بالنسبه للفوليوم لازم يكونون تاتش ايج، تاتش بس الايج، نجمع الأسطح لازم تكون انتاش. إذا كانت بهذه الطريقة مفصولة أكو فت فاصل بيناتهم، ممكن يصير فوليوم، ما ممكن. واضح الفكرة؟ وعموما يعني البرنامج كله خطر عندك. إيه ما يتحول إلى الأخضر. أبسط مثال عندك، أبسط دليل إنه ما يتحول الأخضر الغامق، يبقى على الأخضر الفاتح. أعطيك مثال حتى نتأكد أكثر، هو نفسه راح أقول له أندو، بس أقول له اختار لي ثلاث أسطح مثلاً 1 2 3. هل شوف يسوي لنا يا فوليوم؟ أخذ كله. على سبيل المثال مون فيس. أنا أذكر حقيقة اشتغلت، كان عندي بداخل تشانل عندي فد يسموه رب، هذيك مطب داخل شنال، كان عندي مطب، فاختاريت الفوليوم كله إلا المطب ما قبل يسوي. يعني حتى كنت يعني معصب، يعني وين المشكلة؟ وبعدين بالأخير قريت المسج اللي تطلع لي، طبعا مو واضحة عندي بشاشة اسمه موجودة عندك انت هنا، هذا الجزء ينطيك مسج يقول لي uncomplete volume، جسم مو كامل، ما ممكن يصير فوليوم، فلازم تختار الأسطح كلها يلا يحدث عندك الفوليوم. طيب شفتوا هاي الطريقة شباب؟ أنا رجعت هسا رح ألغي هسا هذا الفوليوم حتى رجع أسطح، هسا رجع أسطح صح؟ الدليل إنه لونه أخضر فاتح، وبالأسطح كذلك رح أرجع ألغي الأسطح كلها، يبقى بس الإيجز. واضح؟ هسا كل إيجز بدليل إنه لونه أصفر. هسا حتى ما حاجة تسوي هنا أسطح، ما حاجة تسوي أسطح، ما يحتاج، هي رأسنا نقلها من إيج إلى فوليوم. يعني هذه طريقة ثانية لك، إذا تقدر عندك مجموعة شو يسموها إيج، ما حاجة تعمل مرحلة الأسطح ثم الفوليوم، دايركت تقدر تروح على الفوليوم من خلال إيش؟ إنه تروح على الفوليوم. بس الأوبشن شنو لازم يكون؟ عفوا الفوليوم، الأوبشن لازم يكون عندك واير فريم. واير فريم تعني عندك مجموعة من الايجز تختارهم، روح على select all، قل له apply، خلاص حول لك إياه إلى فوليوم دايركت، يعني اختزلت خطوة بالنسبة لك. واضح؟ امسح من مسح شكل ازرق الاول اخضر الفاتح. مو عندك انت اصلا فوليوم ما حافته،
ابدي من الفوليوم بس اشترط هاي الفعلين اللي ورجي متري حتى يبقي اللي عندك ليج يبقي عندك ليج صار فاتح اخضر فاتح اخضر فاتح اذا نروح على الفيس اول شيء احذف في كل الاسطح وايضا اللوير جيومتري لا تفعلي ابلاي ها خلص بالفيس ولا اسم الايجز هسه ترجعين على الفوليوم واير فريم يختار الاشياء كليتها ويحول الى فوليوم يعني هذا فد شيء معقد قد يكون هذا هم يعتبر من الجيومتريات السهله اللي عنده ملتي فوليوم طيب الكل عمل الواير فريم حتى نروح على الخطوه اللي بعده حققت الايج اللي هو الاصفر اروح فوليوم ارجع للفوليوم بالفوليوم اختار واير فريم اختار لي الواير فريم لا موجود عندنا بالفيسز موجوده طيب حتى اريد اسالك على الريفولت فيسز احد يقدر يتكهل لي اياها انت لا تصور احنا راح ناخذ كل الاعازات راح ناخذ الوحدة والشبيهة مالتها نتركها لأن أرد هي راح تكون well known بالنسبة لك من يقول لي revolve faces هاي شنية هي قدامك أنا مأشر عليها تدوير جسم على محور معين تدوير طيب من يقول لي هذا المصدر أروح من الأضلاع الدورة حول هذا المحور بس هذا المستطيل أخذ الضلع من الأضلاع حلو اختار محور حلو الجسم دائما هذا الفيس يعني راح يدور حول المحور اي بس انا اتحكم بالزاويه جميل جميل يعني جزء مو دوره كامله اي دوره كامله بس دوره 90 دوره حسب متى طيب بعد منو عنده راي اخر هذا تكلمت عنه مو ريفولف هذا اللي تكلمت عنه قد يكون هو الروتيت هذا هو السويب بس ريفولف السويب اذا فيس شو يصير عندك إذا عندك فيس وتعمل له سويب شو يصير؟ عندك فيس وعملت له سويب شو صار؟ صار جسم مقطع فوليوم فوليوم هذا فوليوم بس مدور هو سويب هذا راح ينتج له فوليوم هذا مو فيس أو فرع خلاص مو عملية تدوير مو روتيت هذا عملية خلق فوليوم بهذا الشكل يعني راح كيف؟ اي اعطيكم مثال ال يسمون الدامب تبع السيارات الدامب تبع السياره بس السبرينج السبرينج مال السياره هو عباره عن شنو هيليكال تيوب او سبرينج صح ولا لا لما تجي تخلق له هاي سود خير نعم يعني هذا هو اذا اريد اخيل لك ايش العمليه شنو يعني بس اريد اتخيلها فهذه عمليه هي ايش؟ بتطي لازم عندك سنتر للتدوير صح؟ عندك زاويه البدايه وزاويه النهايه خلاص هذا
هذه يسموها هي سويب، ولكن حول المحور يسموها ريفولف. أظن عملية سهلة يعني ما حاجة تفوت بها، نتركها لك يعني إذا حالة، ولو هي هاي حالة خاصة مو جنرال يعني، بس اللي عنده شيء جسم ممكن أن يحتاجه. طيب ناخذ عدد لو بس جسم واحد فيس واحد، فيس واحد بتحددين قلنا القطر مال التدوير زين، وزاويه البدايه او زاويه النهايه والمحور هل في الرحله حول الواي حول الاكس حول الزد، هاي لازم كلها يكون واضحه، لازم تكون معلومه. واحد تشوفون هاي الانجل الفيس اللي تريده والانجل او تريد ديفاين ممكن تعرفه ديفاين. طيب وهذا الاوبشن راح نجيه بعدين طبعا وذ مش او وذاوت مش. طبعا هو ظهرنا هذا الاوبشن بكل الفيسز اللي عملنا لها سويب، بس مو هسه راح نحتاجه. طيب يبقى السؤال، لو كان عند هذا الجيومتري شو اللي صار؟ يعني من الاوريجينال بوينت. شلون امسحها من يقول لي؟ لا هسه مو فيس، هو ما يمسح، ما عندي فيس. هسه هسه هذا هذا اصفر ايج وحده وحده. راح اروح على الايج ديليت، حختار فقط ابقي فيس واحد اللي هو اللي انا اريده، واقول له لوير جيومتري حتى يمسحن بالكامل. بقى عندي من هو الانلت بس، واحده واحده ايج ديليت كلها عدا الانلت، لوير جيومتري ابلاي. ارجع حروح على الايج ديليت السلكت، حخليه شيفت ما علي، انا حتى ما عندي مسميات كلها 1 2 3 4 5 9 ما اعرفها من هو، من هو ال1 ما اعرفه، ولكن راح اجي اعمل سلكت بهذه الطريقه. شوفوا يا شباب، انا لما ضغط على الزر شيفت، على الزر شيفت ضغط عليه اعمل سلكت لكل من داخل هذه المربع لوير جيومتري ابلاي. شيفت ليفت كليك، لا ليفت كليك شفت لفت كليك، وظل ضغط على الكليك ليش الاصبعك الى ان تظل كل الاضلاع اللي انت تريد تمسحها. اذا ما صارت عندك اوكي سوي بيك 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 واحدة ورا الاخ ما في مشكلة. بقى عندك فيس واحد ولا بعد؟ فيس واحد.
هل عندك اللون أصفر ولا لغير؟ طيب اختارهم بيك وان وان، يعني الايجز اختارها واحدة واحدة، ماكو مشكلة. طيب انا راح اعطيك طريقة ثانية، طريقة ثانية بالديليت اختارهم سيلكت اول، اعمل سيلكت اول، اعمل سيلكت اول، اعمل سيلكت اول، ارجع شيفت وابقر من وين؟ ما يحلف، ما راح تعرفه يمكن هنا ما يظهر، مشكلة انه ما يظهر منه هذا الفيس، صعب شوي، صعب شوي ليست. طيب بالمناسبة لو اختاريتها كلها وتورطت كيف حتلغيهن؟ بس اعمل ريست، يلغي السلكشن، يختار يلغي. طيب اذا قلنا خلاص بقى عندي فيس واحد. هسه كيف حعمل السويب بهالطريقه؟ لازم ارسل لائحه. هسه هسه حاليا قدامك الشكل، احكي لي الخطوه التاليه شنو هي؟ اول شيء لائحه، ها؟ هذا جميل. لان هسه هو عباره عن ايج، لازم احوله فيس، فاروح على الفيس نختار من هو واير فريم، عندي ثلاث اضلاع لازم يصير لونها اخضر. بعد هي ابدي عمليه السويب. السويب ما موجوده بالفيس، موجوده وين؟ الفوليوم. لازم اروح على الفوليوم. السويب هذا الظاهر عندي امامي حاليا، خليني ارفعه من الفيس هذا. فيكتور ولا ايج؟ لا فيكتور. تعمل له ديفاين؟ نعم. باي محور؟ زد. قيمه هي 100. هاي قدامك هسه على هذا النسق اشتغلها. زد بوزيتيف، ماجنيتيود 100، ابلاي. الريجيد هذا خليه بيربنديكولر، حيفعل عندك شيء اسمه انجل. خلنا ناخذ 5 ديجري بس على سبيل المثال، 5 ديجري. اكستندد حاليا، اللي عمل التكبير او تصغير فقط يعني حتى يصير شكل مخروطي. بسم الله. شوف خليه فول سكرين حتى تشوفه اذا خرج خارج الشاشه. اذا الفايف بلس فايف ديجري كبره، الثري دي صغره لازم ماينس. حتكون عندك فكره واضحه، راح اعيدها. هذا الفيس هعملها ماينس، لاحظ حتى ما وصل انقطع، انتهى قبل ال... شوفوا كم صغير وعندكم كبير، صح ولا لا؟ لما خليته ماينس قبل لا يوصل للنهايه هو انتهى اصلا، انتهى الشكل. راح اقلل الزاويه بس تفهمني. شوف لي وين انتهى يا شباب، هذا حد انتهى البادي، صح ولا لا؟ راح اخليها ماينس 1. شوف الجسم الجديد راح يكون اطول. شوف هسه السؤال، من هي هاي الزاويه 5 او 1 ديجري؟ بين من ومن هاي الزاويه؟ هسه احنا دخلنا 5 ديجري للانجل، هاي زاوية من؟ وين؟ اتش يعني تقصد هذا صح؟ ومن؟ هذا يعني هذه زاوية؟ زاوية الفيس الأول الفيس الثاني. منو الأول؟ يعني هذا يعني هاي الزاوية تقصد؟ لا هو يعني الفيس الأمامي هذا بس هذا هذا زاوية 5 عن ممكن عصب رحت بس ما ابي اشخص بالياه وين الزاوية بدا لا انا بتحدث عن يعني الفيس ككل يعني الفوليوم الفرونت الأمامي هذا 5 عن الأخير نعم انا ما عرفت يعني وين الزاوية هي زاوية
اعطيني الترعين والزاوية. الفيس الاول والله انا حتى اللي يريد بس يعني خليه يجينا على الصفر بس يقول لنا هو هاي الزاوية وين صايرة. معقولة هاي خمسة؟ لا لا هاي السادسة هاي السادسة اها جميل 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 هي هاي الزاوية حسب هذه لو مديتها تكون هذه لو مديتها هاي الزاوية في البزر خمسة واضح فهذه هي الزاوية كم تكون من الرفرنس اللي هو ستريت القاعدة لا الزد اكسس الزد اكسس كم حتحرف عن الزد اكسس بالبثة؟ يعني هذا الاكس والواي يعني بوجود الاكس هذه زد الداخلية هي انحرافها من قرب بدل خمسة فكم حيكون عندك البعد؟ فطلع هذا طلع كم حيكون عندك هذا اسهم هذا ستريت صح؟ هذا اللي هو محور زد حيكون هذا الفرق بين هذا طلع وهاي الزيرو هذا الزيرو هذا الفرق فيكون هذا المثلث هذا نفس هاي الأنواع تسميها الفاوش تسميها هذا الزاوية واضح؟ طيب إذا كان تدوير إذا كان تدوير خلينا نرجع للفيس هسه الفكرة كملت حول موضوع ال البيربنديكولار اللي هو المخروط وضحت الفكرة طبعا هاي ممكن تكون مخروط يعني هذا الجسم نعم ممكن تجي نفس المفهوم بس ما عندنا تعامل ويا كسكير انت تقصد السكيل بين سكيل الانيت والاوت انيت ممكن بس انا ما تعاملت فيها كسكيل مو انطيت نسبه سكيل انطيت نسبه زاويه انطيت ايش قد البعد 100 هو راح يقيس لك ايش قد انت تريد كفر او صدر واضح الفكره؟ طيب فتخيل انه انت عندك دائره مثلا حيكون مخروطين يكون عندك مثلا مستطيل يعني اي شكل اخر ممكن ان تخلق منه مخروط لاي عدد من الافراد اب تو يو حتى اذا وضعت ستاندر انت تقدر تخلقه من خلال هذا السويد يبقى هسه عندنا اذا كان عمليه تدوير اذا كانت عمليه تدوير ايضا راح نجي نختار هذا نعم عفوا استاذ الشيخ عندك شيء؟ تفهمني لما نزلت من المرحله الثانيه طلع عندي سويد فيس يعني النهايه كانت نقطه مش بمثلث صحيح هسه عملناها حتى تكلمنا عنها انه الدقري خمسة صح؟ ماينس خمسة لما تبقى خمسة اوكي لما تبقى ماينس خمسة السبب شنو؟ السبب شنو؟ ان انتهت قبل لا يوصل الى النهاية انتهى الجسم قبل لا يوصل الى 100 وحدة طول فانا لذلك هسه انا لما كان عندي خلي ارجع ريدو اخذت ماينس 1 يلا قدر ممكن انه خلي ارجع ريدو هذا اخذته ماينس 1 يلا طلع هذا الجمود لما اخذته ماينس 5 يعني ما لحق حتى يوصل الى النهايه لا انت ما نقصتها ولكن الجسم انتهى قبل لا يوصل الى 100 فلذلك كانت الماينس 5 كبيره جدا صغرتها خليتها ماينس 1 هسه لو تعمل ريد اندو خذها ماينس 1 راح اشوف الجسم لا يصل الى النهايه لان احنا شغلنا ترى لحد الان اربيتراري يعني ما دا نشتغل على حسابات بشكل عشوائي. ولا يهمك احول لك اياه؟ هسه احول لك اياه. اختار يا تلبدي ماينس 1 ديفاين نيجاتيف ابلاي شنو نتغير عندي؟ اخذته واحد اسف اخذته واحد هو نيجاتيف لازم انطي 100 ابلاي كملنا يا اوكي صار الماينس واضحه طيب
أيضا راح أختار البدي نفسه لكن ما زلنا بالperpendicular أعتقد كان يمكن الأوبشن أي تويست تختار التويست وليس الدرافت. هنا الزاوية شباب هاي مو هاي الزاوية تختلف عن تلك الزاوية. هاي الزاوية أنت ما تريد تفرر مش قد عملية الدوران نعم مو واحد واثنين ناجيز توصل 360 دقري اللي هي دورة كاملة أكثر من 300 أكثر من دورة لازم تضرب 360 بعدد الدورات راح يفترض هذا من 100 وحدة طول واضح؟ بس خلينا ناخذ ضمن 100 وحدة طول 360 بعدين نعيدها نضربها في 2 وفي 3 وفي 4 راح نشوف شنو اللي راح يتغير واضح الفكرة؟ هاي الأنجل تختلف عن ذيك هسه أنا الحقيقة هسه ما عرفت الديفاين خليها أروح على الديفاين بوسيتيف زت 100 أبلاي والزاوية 360 دقري هسه هاي قدامك الأوبشنات شباب اي نعم بالذات وصلتوها اعمل ابلاي شوف ايش سوى فر للمثلث خليني بس احول لك اياه شفت شو وفر لك اياه على محور الزد عمل له تدوير على محور الزد نعم 360 درجة شايفين ماكينة مثرامة اللحم شايفين نفس التصميم ف 360 درجة تعني لازم الاند تساوي الستارت لازم يعني اذا القمه نحو الاعلى مفترض 360 درجه لازم ينتهي قمه نحو الاعلى هسه راح اختار زاويه اكبر اندو راح اختار زاويه اكبر وشوف كم لفه حتكون كانت تكون 1000 دقري شوف كم دوره اختارها تيو يعني اختار لك اي زاوية تعجبك واضحة ولا اللي هي من هي عفوا الروتيف ما مش عندك خلاص بنرجع له حختار سيلكت بودي اختاريته اختار البودي الدرافت اللي تختار به المحور ومقدار طول مع هذا المحور تويست زاوية 1000 خلاص ابلاي لازم يكون يعني يحصل عندك
يعني اترش فيس عندك. هسه شكل اساسي مثلث بني من تعطيه زاويه تدوير بني. يعني شو تسميه انت؟ هذا يسموه تويستد سبيس، تويستد سبيس سبيسر او سبيس. راح اشبك لي اياه هسه، اشبك لك اياه في الشكل. اقول له شكل اساسي مربع سويت نفس الشيء. هسه راح اسبك لك اياه دقائق. يسموه سبيسر او تويستد سبيسر، معروفة هي، يستخدموها هاي بالأنابيب. هسه أعطيك مثال شباب، أنت بالعراق أول ما دخلت الأوبل، الأوبل أول ما دخلت الأوبل ألمانية جواهم باردة، ما عندهم جو حار، حتى عندهم هذا الصمام اللي كانوا يستخدموه على الديسخ المحرك بساعة. أغلبنا في العراق إحنا جوانا حارة، فتحوا الراديتر لقوا إنه داخل الراديتر أكو هذه التويستر داخلها، شالوها هما السبب من عندها حتى يبطئ سرعة الجريان بداخل الراديتر حتى يحمي المحرك بساعة. هاي احنا من قعنا جوانا حارة، ايش عملوا؟ مثل الشيش بالضبط، احنا نسميه شيش، طلعوها خرجوها عن الراديتر. فحتى تكون الصورة اوضح للكل، انا بس حتى اوضح الصورة راح الغي هذا الجيومتري. راح أعطيك جيومتري أبسط حتى تكون الصورة أوضح، اللي هو هذا المستطيل كان يكون مثلاً الارتفاع اللي ويت. لا 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 ما راح يكون واضح هذا، شو اسمه، راح أخلي هذا 20 وخلي هذا 3 على سبيل المثال. موجب أبلاي جميل جميل جداً. هذي نختاره. Perpendicular to set is defined. 100. Apply. جميل. هذا واحد. لاحظ شكله كيف صار؟ هذا اللي أنا عنيته. هذا يستخدموه داخل القنوات الدائرية، الهدف من عندها تعمل خلط للجريان، هذا الخلط يحسن انتقال الحرارة بالهيت اكسشنجر. هذا الخلط يحسن انتقال الحرارة بالهيت اكسشنجر دائما يستخدموه. صح يزيد عندك هبوط الضغط الرادي، يعني مضخة أكبر، ضخ أكبر للسائل مثلا، لكن بنفس الوقت هو عندك عملية تحسين انتقال الحرارة، هذا الهدف من عنده. زين، اريد ترجع لي على المثلث، بس اريد تختار الاوبشن راوند. طبعا درافت مش اكستندد، راوند. شنو اللي راح يصير واشرح لنا اياه، شنو اللي راح يصير عندك؟ ارجع الى المثلث الفيس الاولاني واختار اكستند بيربنديكولار درافت، مش اكستند عفوا، راوند. ايضا 100 وحده الطول، زاويه اخذها اب تو 5 باي 1، خليها 5 حتى تكون اوضح وين ما تطلع، خليها بلس 5 مو ماينس 5. لا ما رحت على درافت ولا ما رحتي؟ بيربنديكولار درافت مش تويستد درافت راوند. خليك واحدة واحدة، درافت راوند، اختار زاوية 5 مو 1، 5، لأن 1 ما راح تكون واضحة عندك، ما راح تشوفها أصلا. أنت أبلاي خلاص هنا، ما أنت مختار جسم تسوي ديفاين. ديفاين كم؟ 100 وحدة طول باتجاه الزد.
حاليا المستطيل صغير الجسم ما ممكن يكون، ما راح يكون مرة بس يكون مثلث كل شوية. إذا عملت أبلاي ولا شنو اللي صار عندك؟ بس أبلاي ولا لسه؟ شنو اللي صار عندك؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي فشلني؟ شنو اللي صار عندك؟ زي الفلت بالضبط، هذا الفلت اللي صار عندك، فلت يبي في الزوايا، راح يبي عندك الزوايا، واضح؟ كيف هاي الزوايا؟ الفيس الأول نفسه أنت، هاي أصبح جانبية، هي نفسها راح تبدأ حتى هيعمل رقص بين الأصبع، شايف هاي أصبح جانبية شو بتبدأ؟ قاعدة أصبح جانب الأيمن واليسار كلها بتتعدل. طيب الميكس شنو هو؟ من يقدر يقول لنا الميكس شنو هو؟ يلا حتى يكون هذا آخر أوبشن. أنا أحاول أشوفه هنا بس ما أعتقد راح يطلع واضح عندي. سويتي يعني؟ بس نفس الأربعة نفس كل شيء. ما تغير عندك شيء؟ نفس الزاوية خمسة. إيه. فقدر كبار يعني مسكين. نفس يعني نفس الأوجه الأول اللي هو الستين. نفس الستين ما غير بشيء. هو نفس المفروض يجمع كلام الاثنين بين الراوند والستين. يعني لازم نفرق الزوايا. إيه أقوى بس أقصد إيش يعني إيش تخريب الزوايا بشكل قليل يعني. صار عنا إيش بيناتنا؟ الزاوية كم؟ خمسة. فايف. ممكن. لا الخمسة بس للتكبير، خمسة هاي زاوية التكبير، هو أخذ ال هو أخذها الراوند، هو أخذها. نعم طبعا هذا أيضا تصميم يخدمك للنوزل وللإيش الديفيوزر، يريد يسمى الديفيوزر، يريد يسمى النوزل، يستفاد من هذا الأوبشن النوزل عملية تصغير والديفيوزر تكبير انتشار، فهذا ممكن انه يخدمنا. الميكس هسه من اخذته نفس الشيء صار واحد زقاقه، ممكن الاكستاند شلون سويناها من غير الزوايا؟ نعم اخذها صغير. نعم كان احد طالب دكتوراه كان يشتغل على المايكرو تيوب، وكان عنده جزء من عنده توسعه بس هو المشكله تيوب، فكيف حيرسمها؟ هو بالبدايه يعني لو مثل هذا ممكن ان ترسم هذا الفيس وهذا الفيس وتوصل بيناتهم مثل ما عملنا بالمثلث صح؟ وتقدر تسوي هذا الديفيوزر مثلا صح ولا لا؟ لكن لو كان عندك تيوب يعني ديفيوزر تيوب شلون حتوصل بيناتهم؟ ما يتوصل الا مخروط، بس القناة ما حتى ما موجودة، مخروط بس التصميم مخروط اقول ممكن بس لازم يكون عندك هنا نموذج لازم قطر هنا قطر هنا قطر هنا قطر هنا، فممكن انت تخلقه من خلال ايش هذا الاكستنشن، تعمل بس ون فيز وتعمل سويب بس بانتر معين ويصير عندك الحاله هذه لازم نختار الدايمتر بتاع الدائره الاولى والدايمتر الدائره الثانيه منها رياضيه، هسه صار عندك هذا مثلث طلع لي زاوية، طلع زاوية تاني هاي زاوية أنا راح أحسب لك هاي كيف يكون عندنا ديستنس وكم راح تكون بس حاجة خلي في بالك هذا مش السنتر، خلي في بالك هذا ما راح السنتر، أنا هذا السنتر خليك معي وهذا السنتر صح؟
أنا مديت المحيط أو نقطة من المحيط موازي لمحور مين؟ الزد. يعني على سبيل المثال هذا المحور زد، صح؟ مديت هاي النقطة موازية لمحور مين؟ زد. وصلت إلى هذه الجزء. هسه أحسب لي الزاوية كذا. يعني لو سقط هذه الدائرة هنا راح يكون هذا مربع، صح ولا لا؟ فهي المسافة اللي حاصلة ما بين المحيطين، المحيط الكبير والصغير. احسب لي كم حتكون هاي الزاوية، بقدر اطلع لك الدايمتر تبع الاسطوانة الكبيرة اللي هو هذا زائد من الرادياس تبع الصغير، صح؟ بس في حال هذه الحالة يعني ارسم دائرتين افضل، صح؟ واعملهم يعني لا 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 دائرة واحدة فقط. لا قصدي بدون عملية السويب. كيف توصلها؟ من السؤال كيف حتوصل لي هذه؟ تقدر؟ ما في عندك ضلع؟ لا مش ضلع، يعني انا في حاله اني هي الدائره دي كانت واخده ثلاث نقاط. ثلاث نقاط وصلت جميل جدا جميل جدا. كيف؟ ثلاث نقاط وصلت نقطة هذه النقطة هذه النقطة، يعني هذه نقطة وهذه نقطة وهذه نقطة وهذه أيضا في المقابل نقطة نقطة نقطة. وعملت دائرة دائرة. طيب هسه المحيط كيف حتعمله؟ هتختار هتعمل هذا السطح اللي ايش؟ بالضبط اللي هو هذا الضلع زائد هذا الضلع صاير قصدي في حال هذه ما يجي ريفورم في الموضوع؟ لا لا ممكن، ولكن هذه اخر مختصر وان سيف سويت. ما قصدي انا لا في حال اني عندي اكزاكت دايركت حق استطاعت اعملها ولا لا؟ صار سهل. هذا فيس هذا فيس وهذا فيس ويحتاج للنوع 3 فيسز، صح ولا لا؟ ممكن نعملها طبقها ناخذ بريك ولا بعد ال... جعت ولا لسه؟ ها؟ لا شويه هو على مدى الصلاه يعني يخلص من ناخذ هذا الاكزامبل وناخذ بريك. طيب راح امسح كلير للشاشه شباب وخلي نحول ويا هذا السامبل. اوكي انا ما راح اسوي شيء بس ديليت لوير جيومتري، لا تنسى لوير جيومتري عشان تمسح ال... نعم. لا لا ماكو مشكله وياكم علي. فين ما فهمت؟ خصلت اختار المثلث نشوف المثلث. ها حضرتك مثلث؟ نعم. ما شاء الله. هاي باي ديفولت احنا اختارين. ما اختبار. لا هو لكي وجا هذا فتوية. الآن الشاشة فارغة عندك؟ خلاص نرسم لنا دائرة بالسنتر. هسه تروح على الفيس. فيس. بالفيس عندك ستاندر كونفيجريشنز اللي هي مش الريكتانجل، عندك سيركل. بالسيركل ما عندك بس رادياس، كان يكون كم الرادياس؟ 10 لا 5 خلي الرادياس، خلي 5 الرادياس، وهو اكس واي مش حاجه ما اخذ السنتر. نعم apply face circle face circle هذه لا لا ما لنا دخل فيها، هاي عمليه تجميع، هاي تجميع هذه بس اكو هاي اللي بجنبها اشكال جاهزه يسموها، هاي الاشكال الجاهزه اللي هي سيركل، شايف السيركل؟ هو اوريدي ياخذ السنتر 0 0 موف. هسه راح تجينا هوايه هاي الموف، راح تجينا هوايه حنعمل الموف. طيب هسه هاي السيركل عندي بريد اكبرها، طيب بهالطريقه
فراح ناخذ اكثر من اوبشن لادائها. السويب صار معلوم عندكم صح، ما حاجه نجي. فنجي طريقه انه اعمل كوبي مثلا، لا مثلا في فترهم كوبي لان عندي تكبير، اعمل سيركل ثانيه واعملها موز. اعمل سيركل ثانيه كان يكون قطرها 20 الراديوس عفوا مش القطر. ابلاي هاي، هذه صارت عندي سهنا الطريقه ايضا. نعم المسافه مش بس المسافه، مش بس المسافه، انا عملت هسه سيركل. سيركل كم نقطه بيها؟ ثلاث نقاط بس. نقطه واحده لازم اعمل سبليت عشان اوصل نقاط. اذا ما عندي نقاط بس برا عليك ما عندي نقاط صح، بيحتاج نقطتين. فخليني بروح على السبليت قبل لا اعمل موف، قبل لا اروح على الموف خليني اعمل سبليت. تروح على منو؟ على الايج. لا 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 لا، مع العمل اللي حدين صح دائرتين، عملنا دائرتين دائرتين. نروح على الايدج سبليت، راح افصل احط اريد ثلاث نقاط على الايدج. هذا ميرج. نعم سؤال هسه راح نجاوبه، شو راح اتحكم بيها؟ نعم صح سؤالك صحيح. راح اجي على هذه الدائره الكبيره، كم النسبة المئوية هنا؟ 0.32 صح؟ لقيتها 0.25 شو يصير؟ أعتقد أنا عندي مفتر شوي. إيه 0.25 شوفها أحتاج هسه. شوف يا شباب يا فيو اللي راح أحتاجه هذا 0.25 الزاوية إيش قد حتكون؟ 90 صح؟ ما هو هذا نقطة الصفر، افتر ربع 0.25 يعني زاوية 90 صح؟ صح ولا لا؟ ربع صح ربع. هاي نقطة، حاخذ نقطة ثانية. أنت حددت أول نقطة رأس المجموعة. لا بس دخلي عليو، دخلي عليو فاليو 0.25. إي 0.25. اللخة حتكون 0.5. 0.5 مين؟ من هذا الضلع اللي بقى، خلي في بالك. شوف وين صارت لما انطيتها 0.5، وين صار؟ خليها 0.5 ماكو مشكلة، خليها 0.5. راح يصير عندنا كم سطح جانبي؟ سطح محيطي 3 صح؟ أعيدها ماكو مشكلة. ريسيت أندو. هسه هذه عندي الدائرة الخارجية، لما تختاريها اختاريها باليو فاليو اخذي دائرة خارجية الخارجية دخلي باليو فاليو 0.25 انقري على واحدة من هاي الارقام الجوة الاكس او واي او زد حتى تشوفين وين صارت النقطة. شفتيها وين صارت عندك؟ المفروض لي فوق، قولي لي ابلاي ابلاي. هسه لما اخذ الضلع الكبير ايضا من الدائره الكبيره، الضلع الكبير من الدائره الكبيره وادخل قيمه 0.5 من منو؟ مما بقي من الضلع الكبير، مو الدائره كلها. اي بالضبط بالضبط 270 بالضبط، نصف ال 270. لازم بنفس الطريقة تروح على الدائرة الصغيرة. الدائرة الصغيرة راح اختارها اقول له 0.25 حتى تصير النقطة في الأعلى، وأيضا أجي 0.5 حتى تصير نقطة بحيث تتقابل النقاط، تتقابل لازم واحدة تتقابل الثانية. وضحت الفكرة؟ حتى اروح للايزو. هسه انتهى هذا الفيو بعد ما احتاجه. مو تحديد نقطه، تجزئه. هاي كانت مو الدائره عباره عن ايج وحده؟ نعم. قلت لا اريد هاي عباره عن تو ايجز. كانما اني راسم ايج ايج صارت دائره. كانما قوسين. يعني هاي دائره من ثلاث ايجز. ثلاث اقواس. ثلاث اقواس. نعم.
بالضبط هسه بالضبط بمثابة هي ثلاثة أقواس صار فيس. وضحت الفكرة زين؟ دائرة صغيرة اختار الضلع الكبير من الدائرة الصغيرة. اي مدخل 0.5 هي دخلت 0.5 طلعت من المتوسط لا مو انت اصلا مو مجزئ 0.5 اذا الايدج ما ابقى بيها اطلع من الايدج اروح على الفيس بالفيس موف اختار مني الدائره طبعا قلنا الفيو لازم يكون عندي ايزومتريك هسه حتى اشوفه اختار الدائره الكبيره واعملها شيفتنج كان تكون 100 وحده طول موف وليس كوبي ترانسليت نعم مو روتيت ولا ريفلكت ولا سكيل والزد هو 100 خلاص جميل جدا حلو وضحت اعيد نعم يعني ممكن هاي الطريقه اللي نعم هو هسه احنا بدنا نوصل هسه بدنا نشتغل هاي الطريقه انه اسويها بالفكره اللي قالها استاذ بشير نعم هسه الخطوه الجايه صار عمار شو اسوي تختار اي اوصل بينات مثل ما سوينا بالمثلث نعم مثل ما سوينا من المثلث اذا معناته لازم اطلع من الفيس وين اروح ايج اوصل ايج بس دير بالك وحده وابلاي وحده ابلاي مو كلها مره وحده جرها هذه خليها كبرها بس شويه حتى الكل يشوفها الفوق اذا معناته تقابلها الفوق اليمين تقابلها اليمين والسفليه تقابلها السفليه هاي بالضبط وسؤال سؤال بشير ليش يستخدم هذا الاسلوب يقول لي انا عندي القطر ما الصغيره والكبيره معلوم بس الزاويه بيناتهم ما اعرف ايش قد لو اريد ابثقها بزاويه ما اعرف فمو اقعد ادخ بحساب الزوايا هاي ممكن طريقه ثانيه حركه الصغيره 100 اخذ 100 اخذنا ايش بدي شيء عشوائي 100 هسه وصلتوهم كلكم اللي بعده فيس لمن؟ المحيط؟ فيس لمن؟ المساحة المحيطية المساحة المحيطية خلاص إذا راح خلينا هم أكبر هالنوب إذا لازم أطلع من الإيج أروح لوين؟ بس بالفيس لازم شو اختار؟ بالضبط واير فريم روح على الواير فريم شوف معايا هذا الضلع الكبير اللي راح اختاره قابله من هو الصغير والفوق يقابل الاسفل صار فيس من عيدي سريعه من عيدي عنده هذا الضلع البعيد صح اخذ اللي قابله من الصغيره ايضا البعيد صح وما بيناتهم منو بقى عندي هذا الضلع زاد هذا الضلع صح ولا لا ابلاي هسه اريد الضلع القريب من عندي الفيس القريب من عندي اللي هو من هو هذا هذا العلوي وهذا وهذا والاعلى صار ايضا فيس بقى الاسفل ما راح نطيب لاي شوفه قدامك الاسفل نعمل له ابلاي
من يقول لي شلون اقدر اعرف صار عندي 5 فيسز؟ اروح على الديليت، خليني اروح للديليت اشوف موجود عندي 5، فعلا عندي 1 2 3 4 5 فيسز. بقض الاصفار بعد ارجعي من البدايه، لازم تتخيلين اول شيء انت منو بديتي معه. جزئي كان يكون هذا رقم 1، هذا اللي بعد هذا راح يكون فيس 1 2 3. حلو. اختار نقطة. اي. تعمل لها كوبي وتسوي لها للآية من طور الكيت. يعني جيت. اي. كم نقطة على محيط الدائرة تعمل؟ نعم. مثلا كيت 90 درجة صارت نقطة هنا ونقطة هنا. صحيح. هنا 260. صحيح. أو 270. صحيح. ماشي؟ صحيح. وممكن أن تعمل مثلا كوبي لنفس النقطة على هذا المحيط من خلالها توصل شو؟ صح. ترسم مثلث أو مستطيل. صح. ودائرة. صح. ممكن لا كلامك صحيح. هو انت تقصد انه يسمون ريفولز السويب، بس هسه هذه نقطه في الاكس. لا ما تستخدم سويب. لا هسه هاي نقطه. لا ممكن انه اعملها سويب 250 عفوا 90 درجه. نعم. وايضا 90 درجه. نعم. و90 درجه و90 درجه صار عندي 4 اقطاع. نعم. اسويها فيس. واضح؟ نعم. أعملها فيس، ممكن أسوي لها كوبي بسكير. نعم. أكبرها مثل ما أسوي لها موز. مجرد أن أوصل بيناتها. أن أعمل الدائرة من خلال 4 نقاط. اللي هو إحنا قلنا النقطة لما هاي نقطة، تعملها سويب يصير شيء هون؟ إيج. نقطة نقطة، لما تعملها سويب، شو تصير؟ تصير إيج. بس هاي النقطة لما أسوي لها صارت؟ إيج. بس هاي سكريت. هذه مو ستريت، هذه راح تكون شنو هي؟ حتكون ريفولز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، اذا بهذه الطريقه ممكن نعمل كلام الاستاذ عمار محمد الزبيد ان نكون 4 اقطاع خلقت دائره. الدائره الثانيه ممكن ان نعملها كوبي بس بسكير. تعمل كوبي بس بسكير. عملت منه دائرة كبيرة، سوي لها موفمنت، ثم بكل سهولة تقدر توصل، تجاوزنا بهذه الطريقة بنية سبليت. نعم. نحتاجها للسبليت، صح ولا لا؟ أقدر أسوي لها ريفولت؟ هو هذا الريفولت اللي داقصه أنا. هذا الريفولت. لا بس هو نرسم بشكل شبه مستطيل، بس ضلع مالته بس الدوران حوالين الأفقي. أقدر أسوي لها شلون هسه هذا المستطيل، بس أسوي جرح هيك بينات في المسار. ما تعرف ممكن تفهمنا يا ولا ما أسست المعادلة سبعة مستطيل نرسم طريقة الرسم ما كيتي على حسب أطول خوش راح أسوي الروبوت حول هذا المحور هذا الفنجر راح يجي يصير بس إحنا عندنا دائرة إيه هو دائرة أنا أرسم تو دايمش تو دايمش تو دايمش هذا مستطيل ماشي هذا هاي نقطة هاي نقطة هاي نقطة وصلت بها مستطيل جانبي أحولها فيس نعم 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 وبعدين أسوي ريفولت كلام صحيح كلام صحيح كلام صحيح إنه ثلاثة أضلاع لكن الريفولت حيكون على المحور زد حتكون على المحور زد نعم بس على الإكس وعلى الواي ممكن لو كان هذا الإكس هذا الواي هذا الإكس وهذا الزد أنت حترسم المستطيل بهذا الشكل وتخلي التدوير هو محور زد ممكن هذا ممكن انه نجي اوبشن اخر طيب اذا حققت هذا الشكل بكل سهوله راح تحوله الى فوليوم بكل سهوله تروح على الفوليوم اللي هو الستريتش تحول عندك الى فوليوم
تحقق ولا ما تحقق عندك؟ من هو تحقق عنده؟ احنا قلنا لازم يكون عندك 5 faces حتى يحول الى volume. اذا مو 5 ما يتحول، معناه عندك احد الاصبح ما يحول الى face. رجد ما عندنا رجد. حولتي فيس صح؟ هسا عندك هذه المفروض هسا. هسا هذه الأسطح. كلها أخضر فاتح صح؟ نروح على الفوليوم. Stretch faces. Select all of them. Apply. تحول فوليوم؟ نعم. سؤال محمد تحول فوليوم؟ ها؟ سؤال وسام؟ سؤال تحول بس الاثنين ما اعرف شنو الاثنين؟ سؤال بشير تحول؟ اوكي بدنا شباب